السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير جميعا، ودائما بدعي ان احنا دائما نلتقي دائما في خير وعلى خير وفي صحة وعافية. شكري جزيل لجمعية جنوب الوادي التي يعني طافت البلاد جنوبها وشمالها الحقيقة، يعني منشط طيب جدا. ستور محمد مصطفى، ستور محمد الشحات، ستور بتانوني، ستور علي، ترى مياء، الزملاء جميعا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ان شاء الله. شكرا منصه الكريمه القويه الرائعه. هتكلم مع حضراتكم على الفنتاتور استراتيجي ان سي او بي دي بيشنت، وطبعا هو يعني السي او بي دي اتورس ان هو لان هو مور ذان 50% اوف اور بيشنت الحقيقه هم ممثلين في الاي سي او بي دي بيشنت. انا ماي اوبجكتيف توداي ان انا عاوز اقول يعني وات سبيسيفاي الميكانكس اوف ان سي او بي دي بيشنت. What is the indication of invasive mechanical ventilation in those patients? How can you initiate the ventilator? How can you monitor? How can you wean? And lastly, COPD versus asthma ventilation. أنا بس عاوز أقول إن إحنا عندنا العيان بتاع الCOPD في عنده مشكلتين. مشكلة الايرواي انفلاميشن وسبازم، وفي مشكلة في الالفلاي ان الاستروما اللي المفروض بتفرد او مسؤول عن فتح الالفلاي بتبقى ديستراكتد. فالكلام ده يعمل لنا ايه؟ زي ما انتم شايفين حضراتكم ده الهيلثي الفلاي بتفتح وتقفل كويس جدا، انما احنا عندنا مشكله في ريجاردنج الاوبستراكشن في الاير فلو في الاكسبيريشن اند الدستراكشن اوف وات سبورتنج الفلاي في تندنسي فور كولابس. فانا عندي اللي بيحصل فيه ايه؟ اللي بيحصل ان ذير از ماركت انكريز في الاير واي ريزيستنس، وده بيحصل اكتر في الاكسبيريشن مش في الانسبيريشن، لان سيمبلي الانسبيريشن از اكتيف بروسيس وبالتالي الفلو عالي، الريزيستنس يساوي حاصل ضرب فرق البرش على الفلو. فلو الفلو عالي نتيجه الاكتيف بروسيس اوف انسبيريشن بيبقى الانسبيراتوري ريزيستنس قليله، اما الاكسبيراتوري ريزيستنس بقى عاليه وينتج عنها اكسبيراتوري فلو ليميتيشن. النقطه الثانيه ان ما فيش عندي سبورتنج ستروما اوف الفلاي، سو ذير از فيلير اوف ذا الفلاي تو ايميتاي اتس كونتنت، ماشي، وبالتالي فانا بفقد واتس كولد الالفيولر بامب. الكلام ده كله بيؤدي الى اير ترابنج، هايبر انفليشن، التوتال لان كاباسيتي بيزيد، بس انفورشنتلي الانستالر كاباسيتي بيقل، الايكوال بريشر بوينت بتبقى شيفتد ديستالي، ها، وبيحصل فيه الكروزنج فوليوم بيبقى عالي واللنج بتقفل بدري على لنج فوليوم عالي. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان المشكله انك انت يو ويل فنتليت واحد اوريدي منفوخ، يعني انت هتنفخ المنفوخ، شيء خطير جدا جدا محتاج مننا نوع من انواع الحكمه في التعامل مع العيان، لان قصه الاير ترابنج والهايبر انفليشن بتعمل مشاكل طبعا في الدافرام فانكشنالي واستراكشرالي ريجاردنج الاندورنس والتولرنس والقصه دي كلها. طيب الانديكيشن اوف ميكانيكال فنتليشن، انا عندي في ثلاث ورقات بلعب بهم بالنسبه للعيان داخل اللي انا خدت قرار اعمل له فنتليشن. طبعا ما فيش حاجه اسمها عيان سي او بي دي ابدا بانفيزيف ميكانيكال فنتليشن، لازم يمر على احنا قلنا هاي فلو نيزل والبديل بتاعها الان الهاي فيلوسيتي، وعندك تاني النون انفيزيف وعندك الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن. يعني انا اي شود تراي فيرستلي الهاي فلو، الناس اللي عندهم هاي فلو او الهاي فيلوسيتي اللي عندهم هاي فيلوسيتي قبل ما ابدا اخش على الانفيزيف. وزي ما الدكتور محمد قال ان بالفعل الهاي فيلوسيتي بدات تاخد جزء من النون انفيزيف فنتليشن، فلازم ابدا الاول اللي عنده هاي فلو يبدا هاي فلو، واللي عنده هاي فيلوسيتي يبدا قبل ما ابدا النون انفيزيف فنتليشن. كويس، انا مش هتكلم عن انديكيشن اوف نون انفيزيف فنتليشن في السي او بي دي لانه مش موضوعنا. ولو احنا قلنا احنا عندنا 3 ميثودز اوف فنتليشن اوف سي او بي دي، سواء كان هاي فلو او نون انفيزيف او عندنا انفيزيف، فانت تتصور مين الجولد ستاندرد؟ وات از ذا جولد ستاندرد فور فنتليتنج سي او بي دي بيشنت؟ مين؟ فيري جود، هو نون انفيزيف اللي انا برضو مش هتكلم عليه، وهتكلم عن انفيزيف ميكانيكال فنتليشن ان سي او بي دي بيشنت. ده اللي هتكلم عليه. انا عاوز اقول الانديكيشن بتاع الميكانيكال فنتليشن انفيزيف في السي او بي دي حاجتين، failed of non-invasive أو contraindication for non-invasive. بس يعني
واحد اتحط على الفيزيو وفشل، او من الاول عنده كاربون اريست، او في عنده هيموداينامك انستابيليتي، او في سيكريشنز كتيره او نون كوبرتيف. في الحاله زي ديت اي ريزورت فور انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن مباشره. سو هاو كان اي انيشيت السيتنج اوف ميكانيكال فنتيليشن؟ انا العيان اللي انا اخترت احطه على الفنتيليتور انا بختار ايه؟ اول زرار بلعب فيه هو المود، مش هيفرق معايا اختار فوليوم او بريشر، بس لازم ابدا بكنترول فنتيليشن. طيب الاف اي او 2 بحط عليه اف اي او 2 100% تو اهوايل كويس، ما بزودش كتير زي العام بتوع اللانج بارينكيمال ديزيز. يعني لانج بارينكيمال ديزيز ممكن اقعد على 5 6 ساعات. العام بتاع السو بي دي انا ما عنديش مشكله اطلاقا، بعد نص ساعه جاست بعد الكليرنس افكت اوف ماسر اكسنت ستيشن ممكن ابدا داون ريجوليت الاف اي او 2. التريجر سنسيتيفيتي فروم 2 تو 3 سنتيمتر ووتر او لتر بير متر لو انا اخترت الفلو تريجرنج. التايدل فوليوم which is very important، ان انا بختار لو تايدل فوليوم from 6 to 8 ملي للايديال والاكشوال بودي ويت. انت عندك عام ممكن يكون مورم في العنايه، فلو انت جيت توزنه توزنه عالي، لا انا عاوز في الايديال بودي ويت يبقى من 6 ل 8. طب اختار الريسبتوريت قد ايه؟ اختار الريسبتوريت واطي from 10 to 12 ريسبتوريت. الفلوريت قد ايه؟ لا اطلع فلتر عالي from 60 up to 80 لتر بير مينت، وبختار الباتري بتاعه ديسليتنج عشان احسن الديستريبيوشن اوف فنتليشن. اوكي طيب الاي ريشيو، انا 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 مشكلتي هنا ايه؟ مشكلتي ان عندي اكسبيراتوري فلو ليميتيشن، سو اي نيد مور تايم بيكوز ذير از ترابينج اوف ذا اير، نوت اول ذا انسبارد ار اكسبارد، ذاتس واي اي نيد تو برولونج ذا اكسبيرات تايم. فانا ببدا 1 3 1 4 كويس. التيوب سايز مهم جدا جدا، ان انا بختار تيوب سايز مش اقل من 8 عشان ما اعملش مور انكريز ان ايرور ريزيستنس. ومنقطه مهمه جدا جدا يا اخوانا، الميكانيكال فنتليشن اوف سيو بيديشن اي شود ادوبت واتس كولد سيمي سيتنج، سيمي سيتنج بوزيشن. يعني ما اخليش العيان ينام حتى ال 35 بتوعنا المعتادين في الاي سيو، لا ده انا ارفع 45 ايفن 50 افنت العيان ان سيتنج اور ايفن سيمي سيتنج بوزيشن. مهم جدا الكلام ده، حاجات بسيطه بس مهمه. انا قلت انا عاوز ازود الاكسبير تايم، طب ازوده بيزد على ايه؟ هبص على حاجه بسيطه خالص اسمها اكسبيراتوري تايم كونستنت. التايم كونستنت عباره عن ايه؟ هو الوقت المطلوب لتفريغ او ملء 63% اوف ذا لانج، يعني عاوز املى او افضي 63%. يبقى لو انا عاوز اظبط الاكسبير تايم بتاعي ابص على ايه؟ انا عاوز 3 تايم كونستنت. اند باي ذا واي التايم كونستنت هو حاصل ضرب الريزيستنس في مين؟ في الكومبلاينس. فانا مثلا لو جيت ابص على الموتور عندي اللي هي التايم كونستنت، كل الموتورز بتمونيتور وبتطلع لي الرقم بتاع التايم كونستنت. يبقى انا لو انا سي مثلا طايق التايم كونستنت 1.5 سكند، يبقى انا محتاج 3 اضعاف السنت بتاع الثانيه ونص، يعني محتاج 4.5 سكند اكسبيريشن. يبقى لما اجي اظبط الريشيو بتاعتي اظبطها على هذا الاساس. فمهم جدا جدا اكونسيدر التايم كونستنت في النقطه دي. يبقى انا البوليسي بتاعتي الاستراتيجي بتاعتي انفنتيتنج سوب ديشن، ان انا بادوبت واتس كولد لو مينيت فنتيليشن فنتيلاتوري استراتيجي، جيفينج لو مينيت فنتيليشن بهاي فلو ويز برونج اكسبيرات تايم. دي القصه كلها بتاعت الفنتيليشن. انا طبعا علشان اظبط علاقه الانسبيرات تايم بالفلو لازم افتكر المعادله دي، الانسبيرات تايم بيساوي التايدل فوليوم فوق على الفلو ريت. بمعنى اخر لو انا عاوز ازود الاكسبيرات تايم يبقى اعمل ايه في الانسبيرات تايم؟ اقلله. فاقلل الانسبيرات تايم ازاي؟ اخلي الفلو سريع وبالتالي كونسيوم ليس تايم، يبقى ازود الفلو او اقلل التايدل فوليوم. اوكي بعد كده انا عاوز اقول في كونسيدريشنز مهمه جدا جدا جدا، هو لام فنتليتنج سوب ديبيشنت. الفكره يا اخوانا ان انا اشوت بي مينيت فنتليشن اورينتد، مش يعني مينيت فنتليشن ريجاردنج البي اتش رذر ذان السي او 2. مش قصتي ابدا في الرقم بتاع السي او 2 يبقى كام، انما قصتي في البي اتش بقت قد ايه. كويس مهم جدا جدا ان انا ما اعملش سادن او دراماتيك ريدكشن فور سي او 2. عن جالك سي او 2 فنتلته 70 اور 80 ملم ميركوري، ات از نوت وايز ات اول انك انت تنزله الى 50 ان فير شورت تايم، اند ات از نوت وايز ات اول اولسو تو نورمالايز السي او 2. سو ذا بوليسي تو جرادولي ريديوس السي او 2 اند اوبتمايز رذر ذان نورمالايز. البيكن سفاتور شاب تعلم بيعلى، بس خلي بالك بريزنس اوف ايرو ابستراكشن ما يخليكش تخاف قوي ان ديس بريشر هيتنقل الفولاي ويعمل لك بارو تروما. خلي بالك من الكلام ده كويس. الالفولار بريشر او البلاتو بريشر انا بحب من 10 فروم 8 تو 28 تو 30 سنتيمتر ووتر. طب انا حطيت العين على الميكانيكال فنتيشن بسيتنج انا قلتها ديت، فجاه انت محتاج تلاحظ حاجتين، جرافيكس مونيتورنج اند نيوميريكال مونيتورنج. جالك مسج قال لك في هاي بيك انسنت بريشر،
جالك الارم قال لك البيكسر مش عالي، انت بتفكر في ايه لما يجي لك المسج ديت؟ بتفكر دايما يا مشكله في العيان يا مشكله في الجهاز. المشكله في العيان يا ريزيستنس عاليه يا كومبلانس واطيه، المشكله في الجهاز يا انت حاطط فوليوم عالي يا انت حاطط بيب عالي. انا في الحاله زي ديت لو انا جاي لي في العام بتاع السوق بدي مديني بيك ريزيستنس عالي، انا بفكر فيها في لما الاربعه دولت، بفكر ريزيستنس عاليه او طبعا مش هقول كومبلانس واطيه، ده بالعكس الكومبلانس في العام بتاع الانفزات عاليه اوكي، والهاي تايد فوليوم غالبا ما بحطش هاي تايد فوليوم. يبقى عندي مشكلتين، ريزيستنس عاليه او عندي هاي بيب which is intrinsic beep. كويس؟ هيجي لك الارم تاني هيقول لك ايه؟ انت حط على الفنتليتور وفجأة البابش بتاعنا وقع. لعم بقى هيبوتنسيف. انا بقول لحضرتك انت بي ار فنتليتنج بيشنت اوريدي اصلا على الفيرج بتاع الهايبوتنسيف على الهايبوتنسيف سايد. ليه؟ لان النيجاتيفيتي في انتر ثرانسك بيرشا بتاعتك قلت. لان العين على الفوليوم بتاعته عالي. سو العين بتاعك بوتنشال هيبوتنسيف. فلما تحطه كمان على بوست بيشن هو ويل جو انت مور هيبوتنشال. سو عندك تو الارم شو بي كونسيدرد هو ار يو موتورنج بيشنت فنتليتنج سو بي دي. ذا فيرست وان از انكريزنج بيك ريس بريشر ويتش از موستلي ديو تو اوتو بيب او دايناميك انفليشن. ذا سكند وان بلاد بريشر ويتش از ريدوسد ويتش از موستلي ديو تو انترنسيك بيب اولسو. يبقى اللي عامل القصه دي دايناميك، طبعا دايناميك انفليشن بتزود لكم بريسنج وبتعمل دايناميك انستابيليتي وبتخلي فيه مشاكل في البيشنت فنتليتور اسينكرونايزيشن. السؤال بقى How can you quantify the intrinsic beep? هتشوفوا ازاي؟ عندك حاجتين. Either to do what's called end inspiratory hold أو تعمل end inspiratory hold. What do you prefer? من وجهة نظركم. يعني أعمل أجي عندي آخر expiration وأعمل hold وأجيب the intrinsic beep ولا عندي inspiratory pause بس end inspiratory وأشوف the plateau pressure. إيه رأيكم؟ أنا عارف إن رأيكم هتقولوا intrinsic beep أعمل expiratory hold. إنما الحقيقة إن they found that the plateau pressure is more preferable in monitoring presence or absence of dynamic manipulation. ماشي؟ يعني أنا بص لما تيجي بص على جراف المنظر ده، ده الفوليوم تايم كيرف. لو لاحظت حضرتك إيه؟ مش كل النسبارت فوليوم طلع، في جزء أهوت ما طلعش. الجزء اللي ما طلعش ده سببه إيه؟ يا حامي اتنين، يا إما حصل ليك يا حصل تراب. عشان تفرق هتبص على الفلو فوليوم لوب. الجزء ده هوت اللي تحت ده ما وصلش للبيز لاين زي ما حضرتك شايفين ده اهو. So there is no enough time for this volume to reach here. And by the way there is a proportional correlation between this point and the green fiber inflation. كل ما كان الخط ده هنا كل ما كان الهايبر انفليشن اكتر. اوكي طيب ده عيان، اما العيان اللي فيه ليك بتلاقي فيه بريماتور تربريشن فور اكسبيريشن. كويس؟ ولما تيجي تبص على البريشر على الفلو فوليا على الفلو تايم كيرف بتلاحظ كاركترستيك عند حضرتك حاجه مهمه جدا جدا ان الجزء بتاع الاكسبريشن وصلش بيز لاين وبيحصل فيه امبيوتيشن في البيك اكسبريتور فلو. يبقى البيك سطح بيقل والتايم انت محتاجه اكتر فبوصلش فبيحصل فيه السايكل الثانيه بتبدا قبل النفس الثاني. طيب لما بص على التاتا مع بعض تلاقي في البرشر تايم كيرف بيحصل فيه جرادوال انكريس البيب زي ما حضرتك شايفين وبتلاحظ حضرتك ان في الاكسبريتور بارت ما بوصلش زيرو لاين وبتلاقي ان في جرادوال ريدكشن فور ذا اكسبيراتور بارت اوف ذا فوليوم تايم كيرف. ينتج عن هذا ايه؟ يحصل فيه انفكتيف تريجرنج لانك انت الالعاب محتاج يوفركم الانترنسك بيب عشان يحصل فيه تريجرنج للسكند بريس. ففي جزء عندك اللي هو الجزء النيجاتيف ديفليكشن في البرشر تايم كيرف وذاوت في تريجرنج بس ما فيش نفس جه بعد كده انفكتيف تريجر زي المنظر اللي احنا شايفينه تماما. يعني الديناميك هايبر انفليشن بقى السؤال احنا هنصلحه ازاي؟ يعني واحد عندك انترنسك بيب وعامل لك المشاكل دي كلها بيشنت فيتو سينكرونايزيشن والبيك سوشيال عالي واللابيل هايبوتنسيف هتصلحه ازاي؟ هتصلح العيان ازاي؟ اتفقنا انك انت مور اند مور انكريزنج الاكسبيرت تايم بانك انت بتقلل الريت ماشي او بتقلل الفوليوم او بتزود الفلو. اوكي طيب الحاجه الثانيه ايه بقى؟ انا عاوز اعمل ايه؟ اعمل اكسترنسك بيب صح؟ يعني عندي انترنسك بيب عاوز احط اكسترنسك بيب تو كاونتر اكت. انا عاوز افترض مع حضراتكم عيان انا حاطه على بيب 5 وجيت ابص بعد كده في الموتورنج لقيت البيب بتاعه 15 يبقى عنده انترنسك بيب كام؟ 10 بيب. راي حضراتكم ايه؟ انا ادي انا عاوز ادي اكسترنسك بيب هو عنده انترنسك 10 ادي له ايه؟ ادي له كام؟ 8 يا باشا. 8 دكتور محمد، 8 دكتور خالد، 8 ونص. 8 ونص
طيب ده كلام جميل جدا. الكلام بتاع الدكتور خالد بيه ده كلام في منتهى الاهميه والدكتور محمد بيه، بس الحقيقه في نقطه انا مش عارف حضراتكم موافقين فيها ولا لا، هي ايه بقى؟ هل يا دكتور خالد بيه انتوا جايين دقيقتين ولا ماشي اموري؟ يعني احنا حضراتكم هل معقول طبعا حضراتكم انترنسك بيبو عباره ايه؟ اند اكسبيراتوري بريشر. هل متصورين حضراتكم ان البريشر في كل الفولاي لو طلع انترنسك بيبو 10 هل هي في كل الفولاي 10 يا دكتور خالد؟ ذا انسر از كومبليتلي نو. صح عندك حق. ليه بقى؟ لان الديجري اوف ابستراكشن اوف ليميتيشن ما هيش يونيفرسال في كل لانج. ذاتس واي اف يو وونت تو ابلاي وان فيجر تو اوفركم الانترنسك بيب هتاخد نتائج مختلفه. يعني في عيان انت خدت قرار تحط له 80% من انترنسك زي ما الدكتور محمد بيه الدكتور خالد بيقول، يعني هدول 8 سنتيمتر روتر. انت بتلاحظ ان في بارادوكس كان احيانا انكريس في البيب او بتلاحظ انفكتيف، فكل عيان بصمته غير الثانيه. سو الحل فيها ايه بقى؟ الحل حضرتك انك انت ايه كيب يور اي اون بلاتو بريشر and then do what's called escalation of application of beep. I mean you can start by 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter وعينك على البلاتو. الكسرنس الكبير اللي تحطه اللي ينزل لك البلاتو بريشر 30 28 يحسنه لك. So you are reducing dynamic application and at point ده البيب بتاعك الصح. ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 5 ممكن 4 which is variable from one patient to the another. So my message here end in inspiratory pressure is much important than end expiratory pressure. Regarding plateau pressure by titration of beep is much better than given fixed percentage of pressure من الايه من intrinsic beep. اوكي طيب وطبعا دي اتصاص كتيره جدا اتكلمت عن النقطه ديت عشان ما اخدش وقت حضراتكم. النقطه الاخيره الويننج، انا عندي وانس لاند فولفيلنج كريتيريا اوف ويننج، انا عندي كام وسيله؟ عندي اما نون انفيزيف يا اما بيشر سبورت يا اما تي بي اس يا اما فوليوم سبورت. الحاجه الجميله جدا جدا ان وان اوف ذا انديكيشن اوف انفيزيفيتيشن ان العيان ممكن اعمل له اكستيبيشن واحطه على انفيزيف اند ذي فاوند ذات المورتاليتي ماشي بس الدوريشن. طيب النقطه الاخيره يعني عاوز بس هنا في النقطه ديت ايه في زي ما احنا اتفقنا ان الجولد ستاندرد ان فينتيليتد سوبريشن از نون انفيزيف. سو يو كان ستارت باي انفيزيف اند يو كان اند باي نون انفيزيف. يو كان يوز انفيزيف انيشيشن اند يو كان يوز انفيزيف از ويننج از ويل. النقطه الاخيره في اقل من نص دقيقه، اذا كان الازمه والسي او بي دي يشتركوا مع بعض في نومبيرو ديزيز ويشتركوا في بعض انفلاماتوري ديزيز، في فرق في الفنتليشن بين السي او بي دي والازمه؟ الاثنين ام ادوبتنج البوليسي اوف لو مينيت فنتليشن هاي اكسبيرت تايم اند هاي فلو ريت. كويس كده؟ يبقى ريت قليل تايد الفوليوم قليل واكسبيرت تايم عالي. متفقين؟ الاثنين كده. في نقطه مهمه جدا جدا، العام بتاع الازمه الريزيستنس فيه عاليه جدا تمام؟ فانت لو جيت تحط عليها فوليوم فنتليشن خلي بال حضرتك وجت تظبط الالارم بتاع سعادتك على 30 او 40 هيحصل فيه السايكل بتاعتك هيحصل لها بريما توترمينيشن ويحصل البليد فالف الفنتيتور هيفتح، بمعنى السايكل اللي هتحطها للعيان مش هتكمل اتقول، وبالتالي مسموح لك انك انت تزود الالارم اب تو 70 او 80 سنتيمتر ووتر، اذروايز يو كانوت فنتيت يور بيشنت. اوكي اند دونت بي فير انف ان البريشر ده مش هيتنقل للالفولاي لان في عندك اير واي سبازم. وانا كده عاوز اقول برضو البلاتو بريشر هنا بتخليه اقل من 5 سلام عليكم.